يعني ايهاب امين بصراحه يا جماعه اللعيب الممتع اللي هو السوبر ماريو. ايهاب امين طبعا كل نجوم السله يعني حاجه عظيمه جدا، ولكن ايهاب امين اللاعب الممتع في ادائه اللي بيمتع كره سله بقى، هو حريف كره سله. يستحق ايهاب امين ان هو يكون افضل جناح في البطوله وكمان افضل لاعب في البطوله. والنهارده بصراحه من افضل مبارياته، ويمكن مباراه الاتحاد في اخر الوقت توتر اعصابنا بكذا كره، ولكن النهارده كان موفق بشكل كبير جدا وكان اداؤه عالي جدا، اداء ممتع تستمتع بإيهاب امين. الف مبروك إيهاب امين طبعا حصوله على جائزه افضل لاعب في البطوله وافضل جناح في البطوله، واللي ما عندوش إيهاب امين بالتاكيد كان هيبات الليله حزين. الف مبروك للاعبي النادي الاهلي. إيهاب امين انا عايز اقول ان النهارده نال شرف نادرا ما لاعب في العاب الصالات يناله. اولا بشكر المعلق اشرف سماره، شيء عظيم وشيء ممتع، وبجد استمتعنا بالمباراه معاه وقدم شيء مختلف. ولكن وقفت عند تشبيهه لإيهاب امين بالكابتن محمود الخطيب، وقال له انت حريف زي كابتن محمود الخطيب اللي في 1983 كان افضل لاعب في افريقيا، وعشان انت حريف موجود في نادي رئيسه حريف كان لازم يكون في التحفه الفنيه دي وتتوج بالجوائز الفرديه دي. إيهاب امين قدم مباراه مختلفه وكمان ادى قيمه وشكل مختلف، كمان بشيد باللاعب احمد حمدي اللي مع اوجاستي نسخه مميزه جدا جدا جدا، وكمان قدم فعلا لقطات فرقت مع النادي الاهلي فنيا. كل اللاعبين عملوا ما في وسعهم عشان يفرحوا جمهور النادي الاهلي مع مدرب عارف يعني ايه النادي الاهلي، ولكن إيهاب امين يستحق التحيه. حتى سيف سمير قدم بطوله مختلفه تماما، واللعيبه كلهم اجادوا، وتومسون طبعا اجاد بشكل كبير جدا.